بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه الساده المشاهدون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فقد تناولنا في الحلقه السابقه الصفه الاولى للامه الاسلاميه وهي الهدايه الى الصراط المستقيم وقلنا ان هذه الصفه بعد تحول القبله تؤهل امه الاسلام للقيام بدور ثقيل ومسؤوليه صعبه هي مسؤوليه التذكير والتنوير والتبصير والسر في ذلك ان الامم الاخرى التي تحفل بالدين اما امه مغلقه على دينها لا يهمها من قريب او بعيد ان يشاركها غيرها في هذا الدين او ان يكون له تاثير او توجيه في دنيا الناس فهو اشبه بدين خاص مقصور على سلاله خاصه من البشر واما امه تبشر بدينها وتبذل قصارى جهدها في نشره في كل ركن من اركان المعموره ولكن لان طبيعه الدين الذي تبشر به هي طبيعه روحيه خالصه فقد عزلته عزلا تاما عن مزاحمه الانظمه التشريعيه للمجتمعات، واعفته من تبعات الاصطدام بنظم الحراك السياسي والاجتماعي والاقتصادي، بخلاف الاسلام الذي يجمع في رسالته كدين بين الجوانب الروحيه والماديه في حياه الانسان وحياه المجتمعات، وجعلت لكل حادثه من حوادث الحياه المعتبره حكما وتشريعا واليوم نتحدث عن الخاصه الثانيه لامه الاسلام وهي خاصه الوسطيه التي نقراها في قوله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس والتي تمهد بدورها للشهاده على الناس ومره اخرى هي اوصاف ثلاثة وصفت بها هذه الأمة في القرآن الكريم وهي على الترتيب الهداية إلى الصراط المستقيم الوسطية والشهادة على الناس وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الوسط بأنه العدل بما يعني أن الأمة الوسط هي الأمة التي تتصف بصفة العدل وسمي الوسط عدلا لأنه نقطة متوسطة تمام التوسط بين طرفين لا تميل قيد شعرة إلى أي طرف من الطرفين المتقابلين وهذا ما قاله المفسرون في قوله تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون أي قال أعدلهم وكذلك قال الحكماء الوسط من كل شيء أعدله وأفضله وإذا كان الوسط هو العدل فهو مستلزم بالضرورة معنى الخيرية والأفضلية، وبحيث يصدق أن كل وسط خير، وكل وسط أفضل من طرفيه دائما. وقديما تنبه الفيلسوف اليوناني الكبير أرسطو إلى قيمة الوسط كمعيار خلقي يميز به الفضائل من الرزائل. فعرف الفضيله بانها ما كانت وسطا بين رذيلتين وضرب لذلك مثلا الكرم وكيف انه صار فضيله لانه وسط بين رذيلتين هما الاسراف والبخل وكذلك الشجاعه فضيله لانها وسط بين رذيلتين هما الجبن والتهور والعدل فضيله لانه وسط بين رذيلتين هما الظلم والمحاباه وهكذا ونتساءل الان عن معنى وصف الامه الاسلاميه بالوسط ومغزى هذا الوصف وقبل الاجابه على هذا السؤال يلزم التنبيه الى ان القران الكريم حين يصف الامه الاسلاميه بانها امه الوسط اي امه العدل فانه لا يعني ان هذا الوصف ثابت لكل فرد من افراد هذه الامه وان كل فرد من افرادها عادل لا يظلم ولا يعتدي ولا يجور على احد في قول او فعل فهذا ما لم يحدث ولن يحدث لاي مجتمع من مجتمعات البشر وانما المقصود ثبوت وصف العدل لمجموع الامه لا لجميعها والفرق بين الحكم على المجموع والحكم على الجميع ان الحكم على المجموع لا يتجه على الافراد وانما يتجه على المفهوم العام والمعنى الكلي اما الحكم على الجميع فهو الحكم الذي يتجه على كل فرد من افراد المحكوم عليه فانت حين تقول مثلا المصريون كرماء فان قولك هذا صادق لكن لا على ان كل مصري موصوف بهذا الوصف، لان بعض المصريين لا يعرف عنه الكرم. بخلاف قولك المصريون عرب، فان هذا القول صادق وفي الوقت نفسه ثابت لكل فرد من افراد المصريين. وعلى هذا المنوال نفهم قوله تعالى: وكذلك جعلناكم امه وسطا اي عدولا. وان العدل وصف للامه في مفهومها وعنوانها العام وليس وصفا لها باعتبار افرادها ويؤخذ من الايه الكريمه ايضا ان التعديل الالهي لهذه الامه يكسبها الحصانه من الخطا والضلال فيما تنتهي اليه من اجماع على راي او فعل او قول او تشريع ومن هنا كان اجماع الامه مصدرا من مصادر التشريع يجب العمل به ويحتج المسلم به يوم القيامه وهذا الاجماع معصوم من الخطا وعصمته ليست بسبب الامه او بسبب شخصيتها فهي امه كسائر الامم يجوز عليها بالنظر الى ذاتها الخطا والصواب ولكنها استحقت هذه العصمه بسبب التعديل الالهي لها وهي تجتمع وتبحث وتتفق على راي ما من الاراء. واود ان اوضح هذه النقطه بعض التوضيح وهي ان هذه الامه عدول او ان هذه الامه معدله. كثيرون يقولون كيف تقول ذلك واننا اذا اجتمعت مثلا دوله من الدول الاسلاميه على راي من الاراء لا يلزم الباقي الامه ان تتبعها. هنا فرق بين ان اقول ان جزءا من الامه اجتمع وقرر وبين ان اقول ان الامه كلها اجتمعت وقررت شيئا. في الحاله الاولى وهو ان بعض الدول قرر شيئا لا يلزم الاخرين هذا ليس اجماع الامه او ليست الامه في مجموعها ولكنها الامه في دوله معينه او في دولتين أو في جزء من أجزائها سواء كان الأجزاء الجغرافية أو غير ذلك لكن حين يجتمع مثلا علماء الأمة الذين يمثلون هذه الأمة ويجمعون على شيء هنا أقول هذا هو الإجماع وهذا هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجب على المسلم أن يتبعه وانه يكون حجه له يوم القيامه يحتج به. سؤال اخر لماذا الـ 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 الامه عدول؟ ليست الامه عدول كما قلنا نظرا لانها عرب او لانها مثلا اسيويين او انها غير عرب او الى اخره، ولكن بسبب ان الله سبحانه وتعالى هو الذي اضفى عليها هذا الوصف حين قال هذه الامه امه وسط. وحين فهمنا معنى الوسط في اللغه العربيه بمعنى العدل فحين يقول ان هذه الامه وسط كانه قال ان هذه الامه عدول وقوله صلى الله عليه وسلم لا يكذب في ذلك وبدليل الحديث القادم الذي سنذكره اذن الامه في مجموعها معدله من النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك معدله من الله ومعنى معدله في مجموعها ان مجموعها حين يجتمع ويقرر شيئا فان هذا الشيء لا يمكن ان يكون خطا ولا يمكن ان يكون ضلالا اما اذا اجتمعت الافراد كما قلنا الافراد لا تصفون او اجتمعت في اجزاء فهذا ليس اجماعا اكرر مره اخرى هذه الامه معصوم اجتماعها من الخطا وليس هذه العصمه لانها امه المسلمين او امه عرب او امه غير عرب ولكن لأن الله هو الذي أخبر بأنها عدول ولولا أن الله أخبر بذلك ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق القرآن في ذلك لما تميزت هذه الأمة بميزة التعديل أو بميزة الوسط <applause> نذهب إلى الحديث الشريف الذي يدعم كل ذلك فيقول ان الله لا يجمع هذه الامه على ضلاله فاذا رايتم اختلافا فعليكم بالسواد الاعظم والسواد الاعظم هنا هو جماهير الامه وعامتها اكرر مره بعد مره المعصوم من الخطا جماهير الامه حين تقرر رايا وقد نذكر بهذا الحديث وغيره مرة اخرى فيما ياتي من حلقات هذا الشهر الكريم ان شاء الله تعالى. واذا فهذه الامة في مجموعها امه هداها الله الى الصراط المستقيم. وهي في مجموعها امه ضمن الله لها العدل والعداله فيما تراه. وفيما تنتهي اليه وتجمع عليه من اقوال وافعال. وهذه الفضيله التي منحها الله اياها. جعلت منها أمة جديرة بالشهادة على الأمم الأخرى، إذ العدل هو أول ما يشترط في أداء الشهادة وقبولها، وأول ما يشترط في قبول الرواية من الراوي، وتصديقها والتيقن من صحتها. وقد تسألني أيها المشاهد الكريم، لماذا اختصت أمة الإسلام بالشهادة على الناس دون سائر الأمم السابقة؟ وذلك في قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس الجواب ان الشاهد يشترط فيه معرفه المشهود عليه اولا قبل الحكم بصحه الشهاده وليس من المقبول عقلا ان نقيم شاهدا لا يعرف شيئا عن المشهود عليه والبديهه المنطقيه تقرر ان الحكم على المجهول لا يفيد شيئا ولما كانت امه الاسلام اخر الامم ظهورا على مسرح الحياه والتاريخ وقد انباها رسولها صلى الله عليه وسلم الكثير من احوال الامم السابقه وقصص انبيائها والمصدقين بهم والمكذبين صح ان تكون شاهده وعالمه بما تشهد به ولما كانت الامم السابقه لا تعلم شيئا عن امه محجبة في ضمائر الغيب لم تظهر بعد ولم ياتها عنها نبا ولا خبر ولا قصص كان من المستحيل امكان شهادتها على امه مستقبليه لا تعرف عنها ولا عن نبيها ولا عن شريعتها كثيرا ولا قليلا. شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.